السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم حبيت احكيكم عن اكثر مشكله او اكثر عائق رح يحس فيه الشاب العربي يوم ما يجي على السويد ويفكر يرتبط ببنت سويديه. بدايه انا ان شاء الله يعني قريبا رح ابلش اخبركم عن القصص اللي صارت معي مع الصبايا بالسويد. يعني ليش انا مثلا ما ارتبطت ببنت سويديه، مع انه صار معي كثير قصص بخبركم اياها ان شاء الله، في منها مضحك وفي منها تستفيدوا منه ان شاء الله يعني، وبتعرفوا اكثر على المجتمع وشو ممكن يصير معكم، يمكن من اول يوم توصلوا فيه على الاسود قصص حلوه يعني. المهم قريبا بعمل لكم اياها باذن الله. انا شوي بتردد كنت بحكي انه احكي قصص يعني شخصيه، ولكن شوي شوي رح ابلش احكي لكم افصح شوي عن الامور اللي صارت معي. اكثر مشاكل ممكن او شيء بدايق وممكن يعمل لكم مشكله وتنصدموا فيه هو يمكن اكثر من الدين، اكثر من اي شيء ثاني، لانه يمكن مش الكل عندنا بالدول العربيه بيجي لهون وبكون همه موضوع الدين، او يعني هو مش هو رقم واحد عنده، مع انه انا بفضل هذا الشيء يكون رقم واحد يعني، بس مش الكل هيك، هذا واقع يعني. تمام، شو اكثر شيء هو التربيه والثقافه للصبيه السويديه؟ يعني شفتوا بالضبط كيف الشاب الرجل، يعني احنا بيقولوا عنا انه احنا مجتمعات ذكوريه، شفتوا بالضبط كيف الرجل قيمته بالمجتمع العربي؟ نفس الشيء البنت بالسويد، رح تلاحظوا قسم كبير يعني هذا الشيء المنتشر، نفس الطريقة اللي الرجل بتصرف فيها ببلادنا هني بتصرفوا فيها هون، وللأسف في قسم كبير منهم بتصرف فيها بحالة مرضية، يعني بصير بشكل مرضي يتصرف فيها، بصير تحس انه شكل مبالغ فيه، وهذا الشيء جدا بشع، بيعطي البعض بصير يعني بتحسه كأنه وقاحة بصير، أو هيك شيء مستفز يعني، أو شيء مش ظابط يعني، مش واقعي، تحس كأنه شخص بس هيك عم ببالغ بالتحرر او بالتسلط او بانه يعطي انه هو اللي مسيطر وهو الكذا، طبعا لانه في قانون وفي هاي الامور، وهذا الشيء طبعا بيرجع للشخص الثاني، يعني للذكر او للرجل الثاني، معظم الرجال بالسويد هي بتمشي بهذا الاسلوب، تقبل بهذا الشيء، وهذا راح اعطيكم بعض الامثله، بينما طبعا في قسم يمكن ما بيقبل بفكر انه خلص انا ما بدي ارتبط اصلا بامراه، بيرتبط برجل ثاني مثلا، او بيكون خلص بدوش يعيش مع حدا وحيد. صدقوني من الأمثلة اللي منتشرة جدا رح تشوفوها بالمجتمع انك تلاقي مثلا الرجل ماشي والمرأة ماشي قدامه، يعني المرأة هي اللي مشيته هو ماشي وراها. احنا عندنا بتلاحظوا يا بيكونوا ماشيين جنب بعض يا بيكون العكس، بيكون الرجل ماشي قدامه والمرأة وراه مثلا، مع انه انا بفضل طبعا يكونوا ماشيين جنب بعض. بتلاحظوا مثلا بيكون بالحكي بيكون عم بيحكوا مثلا، بتيجي هي بدها تشتري الاغراض هو واقف، هي بتشتري له، يعني مثلا انا جاي بدي دواء مثلا او بدي شيء لهذا، بتقول لك لهذا لإله، يعني هي اللي جاي تشتري له، هو بتلاقيه واقف، بتلاقيها ممكن تصرخ عليه بتقول له اخرس مثلا بالشارع او بالمحل او اقعد هون. يعني هذيك مره شفت موقف انا وحده للي معها، يعني بتقول له اقعد هون، اجي هيك قعد، هو هيك قعد على الكرسي ولا بكش ولا بنش. موضوع الاولاد يعني بس هي بدها تجيب ولد بتقرر هي بدها تجيب ولد مش هو بيقرر، او الاثنين سوا، بس بمعظم الحالات هي بتقرر لما بدها تجيب ولد بترتبط مثلا، ومثل ما خبرتكم هي اللي بتاخذ الاولاد عاده، بتعيش معهم وبتاسس العيله وخلص الرجال بروح. فبالضبط نفس ما الرجل بيعيش ببلادنا هن بيعيشوا هون، بس بشكل اكثر، بتحس احيانا فيها مبالغه فيها هيك، بتحس في شيء مش مزبوط يعني. فنحن ما بنقبل هذا الشيء يعني، لاحظ في كروك، في مشكله احيانا بتصير بالتواصل بيننا نحن كشباب، وخاصة يعني أنا مثل شخصيتي أنا مثلا أنا ما برضى بهذا الشيء، فأنا لاحظت إنه في أحيانا بصير في شوية كروك، يعني بصير في مثل تصادم بيني وبين بعض الناس، أو بين خاصة النساء اللي بيصيروا فوق 40، بتحسهم بصيروا أكثر تسلطا، متعودين على هذا الشيء مجتمعاتهم وبيجوا بيطبقوه علينا، نحن ما بنقبل. يعني أنا مثلا ما بقبل أنا إنه يجي واحد تحكي معي بهالطريقة، مستحيل مستحيل، فعشان أنا مثلا ما برتبط ببنت سودية مستحيل. وفي طبعا اسباب تانية خاصه موضوع الدين يعني، ولكن هذا السبب مهم جدا، انا ما برضى ابدا ولا بقدر اعيش هيك، انا مستحيل يعني، ما بتخيل بنتحر. هاي شغله تانية، بتلاقيهم مثلا بيوصلوا مرحله لما يتعاملوا معك، قلت مثل فوق 40 وفوق، بتحسهم بده يجي هيك جاي تشتري منك مثلا، او جاي هي بتحس بتحكي معك هيك بتعالي مثلا، او هي اللي بتقعد ترغي ساعه، في منهم بيقعدوا بيرغوا بتفاهات شغلات هيك بايخه، بس هم تحكي يعني، او انه فهي بتتوقع انه انت تسكت، او انك انت تسمع لها، تقعد تسمع لها مثل ما هن بيعملوا مثلا وكذا، او انك شو ما تقول لك هي، او لو جاي تتلامن عليك، في منه مثلا يجي تتلامن عليك، بس يجي تطلع عليك بالعالي مثلا، انه والله ليش ما في هاي الدواء، او ليش ما في هاي الابصر شو مثلا، او
بدها هيك تيجي يعني مثل بدها تضغطك يعني. فهني بتوقعوا انه احنا بنتصرف بنفس الطريقه مثل الشباب اللي عندهم او مثل الرجال اللي عندهم، احنا مش هيك. فانا دائما بتلاقيني انه بسكتها دغري، انه لا بدك تهدي وانا اللي بدي اقود هون، يعني انا اللي بعمل استيره، انا اللي بدي انت، انا موظف هون، انا اللي بعمل استيره، دفوليس نابو معي بدك تسمعي تمام. فانا فبتلاقيهم هني بس نحكي معهم بالطريقه بتلاقيهم بكشوا، فهن ما متعودين على هذا الشيء. بدها تقعد ترغي ساعه وبدها تقعد تتلأمن على، بتفكر انه انت حتسكت، لا بالعكس بنعمل استيره. هي انا هون الموظف، انا اللي هون اللي معي رخصه مزاوله المهنه، انت زبون بدك تسمع تمام. فبتحكي بتكون بستم، بتكون انت صاحب قرار، شخصيتك قويه، واضح بكلامك، هيك القانون بيقول بس، او مثلا خلص انا ما بقى فينا اسمعك اكثر من هيك. بتكون عم تحكيك بشغلات مثلا ما دخلها بالشغل، في منه خطار بيجي بيحكوا بشغلات كثير، انا كنت وسويت وانت حلو وكنت حلوه وحكي يا ويلي شو بيحكوا. فانت هون بتسكت، ناي خلاص بكفي، انا هلا لازم اساعد غيرك، يلا هيدو خلاص باي مثلا. فبتكون واضح بستمد. فنحن يعني بتحس انت يعني بكل صراحه، اذا اعطيكم مثل بسيط، بتحس انه انت مرتبط برجل، انت كشخص عربي متعود على هاي الطريقه او هيك شخصيتك، احنا هيك شخصيتنا، بتحس انه انت مرتبط برجل تاني اذا تعيش مع وحده هيك شكلها او هيك شخصيتها، فعلا بتحس رجل معك. فهذا شيء مستحيل. فانا حبيت اقوله اول شيء، هاي مشكله خطيره جدا واحنا مستحيل نقبلها. يعني شغله تانية، حتى لو ما بينت لك من الاساس هيك، بس بتلاقيها بعدين بتصير هيك لانه هن هيك اساسا. يعني ممكن هي شوي تضطر شوي، بس وقت جد بتطلع بتظهر الشخصيه الحقيقيه. يعني فانا عم بقول هذا الكلام اول شيء عشان الارتباط، تعرفوا هذا الشيء. وثاني شيء مهم جدا بالعمل، انا هذا اللي بهمني، موضوع العمل بالشغل، انك انت ما تستحي وما تخاف وما تفكر انت عم تعمل شيء غلط او انك انت مضطر تضلك ساكت وانه الزبون دائما على حق. لا، واعطيكم دليل، جرب انت كمواطن عربي او كشخص عربي، روح فوت على اي محل سويدي وجرب امزح مسحه صغيره مع وحده او مع واحد، او احكي معه بلقمني او شيء، شوف شو بيعمل معك. بتلاقي دغري بكشر بوجهك خلص ويلا وانتهى الموضوع، او بسكر التليفون بوجهك، او بطلب لك الحرس الامن. وجرب امزح مع وحده على على تكون عم تشتغل مثلا موظفه، فوت هيك احكي معها وحاول شوف كيف بتطلع فيك، او دغري بتقول لك ما فينا اساعدك يلا باي، بتجيب لك ناس ثانيه مثلا. فانت نفس الشيء حقك ما تكون شخصيتك ضعيفه، ولا مضطر تقعد تسمع وحده ختيار قاعده بثلاث ساعه، مش مضطر، انت موظف، هي خلاص بس انتهى الموضوع، انا اللي بقود هون. في منهم بتقعد تلفف لك ساعه وتجيب لك 5000 ورقه معه وتقرأك اياهم، كل مش مضطر، لا لحظه هي انا اللي بعمل استيره هون كذا كذا كذا. اذا بتحس الشخص مش كتير واضح معك او ما عارف يفكر او يمكن معه زهايمر او شيء، بتقول له بس انا ما فيني اساعدك خلاص خلص الدور، روح جيب حدا تاني يساعدك او يكون معك عشان انا اقدر اتفاهم معه، هيدو باي باي، نحن مثلا ما عندنا نقص بالموظفين، ما فيش وقت. بتعرف هذا الشيء مشهور بالسويد انه احنا اندر بمنده، يعني ما عندنا موظفين كتير وما فيني اساعدك، تع يوم تاني او جيب حدا تاني يكون معك اقدر انا اتفاهم معه، يلا بس خلاص يلا باي باي سلام، هي يلا زبون تاني سلام، هي كيفك. هيك بتكون تكونوا بستمد واضح وعندك شخصيتك وما حدا بيقرب صوبك. ولتوصل لهي المرحله برجع بذكركم، مهم جدا تتعلم يكون معك شهادتك، معك رخصه مزاوله المهنه، لما تشوفوك انت معك رخصه مزاوله ما بيقربوا عليك. بتلاحظون الختائر بيحاول يطلع هيك على اسمك، يشوفك بيشوف مين انت وبيشوف شو اسمك واذا انت مرخص ولا مش مرخص وكذا، شافك مرخص وكذا بيقربش عليك، بيسترجيش يلعب معك، بقول لك انا ما فينا امزح معه هذا دكتور مرخص تمام. فافهموا هاي الامور، وهي مفتاح الامان والسعاده بهذا البلد، لتكون واضح وشخصيتك قويه، لانه والله العظيم اذا بتفتح احيانا مجال بمرضوك او بيطلع عليك بالعالي تقول يتلأمن عليك او شيء، بس لو وقف هي بس خلاص انا ما فيني اساعدك يلا روح بيوم تاني تعال، او روح استلم من محل تاني. حبيبي كيفك منيح؟ تسلم لي يا رب. انا عم صور راح اطلعك بالفيديو هطلعك ها ايه شوف حالك سلام حبيبي. فاذا هاي وصلت الفيديو، بشوفوك دائما بكون واقف بالمحلات او بالقطار بيجي ايه كيفك خالد شو اخبارك تمام. هذا اللي حبيت اقوله اليوم، ديروا بالكم على حالكم وبشوفكم ان شاء الله المقطع الجاي، بحبكم كثير زي العاده، كان معكم خالد، احلى عالم، السلام عليكم.